يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في جميع سجدات القرآن؟ وما حكم من ترك سجدة؟ سجدات القرآن السجود عندها سنة، السجود عند تلاوة الآية التي فيها سجدة سنة، ومن لم يسجد فلا شيء عليه، ومن سجد فله الأجر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية سجدة، كان يسجد عليه الصلاة والسلام.